أهلا بكم. تعود أحداث هذه القضية عندما اكتشف المدعو علي لوجود طلاسم السحر والشعوذة داخل بيته، فقام بالاستفسار عن الأمر من زوجته. أيام قليلة بعدها يختفي علي لتقوم زوجته بالتبليغ عن اختفائه لدى مصالح الدرك الوطني. بمسرح الجريمة عثر أفراد الدرك على جثة مفحمة مجهولة الهوية، فقام المحققون بإجراء تحاليل الأديان للتعرف عليها، ليتبين في الأخير أن الجثة تعود لعلي. فما الذي وقع؟ ومن الفاعل؟ ما هو الدافع الذي يجعل الجاني يقتل الضحية وينكل بها بهذه الطريقة؟ وهل لطلاسم السحر علاقة بالجريمة؟ فلنتابع. السابع نوفمبر من سنة 2018، تنقلت امرأة في العقد الثالث من العمر إلى الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتنس للتبليغ عن اختفاء زوجها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جيت نقدم شكوى الشيخ. معلش، بطاقة الهوية تاعك. وش الشكوى اللي عندك؟ جيت نقدم على زوجي، عنده يومين راه مختفي. مبانش يومين، مبانش. وين تسكني؟ تسكن في القلتة. قلت انت مركز. تفضلي برك ريحي في لاصال دونك ما نهضر مع شي. تعود وقائع القضية إلى سنة 2018 بعد تقدم المسمات سمية للإبلاغ عن اختفاء زوجها المسمى علي. قام الخفير بتوجيه المبلغة إلى قائد الفرقة. احترامات للمساعد، عندنا مواطنة تحوس تقدم شكوى. دخل عليها. تفضلي. مرحبا بك. مرحبا بك الجنة. شاف جيت عندك بغيت نبلغ شكوى. ما يخص الشكوى. راجلي راه مفقود. راه مفقود؟ اختفى ولا راه مفقود؟ اختفى، راه خرج البارح، اللول البارح عنده. خرج مقلق منيرفي؟ لا خرج نورمال، يمكن عبيدو مال في خرج برا يروح يركب يشوف خرج. اسكو عنده مشاكل؟ ما عنده حتى مشاكل برا. خدام هو؟ ماهوش خدام. لا ماهوش خدام. ماهوش خدام؟ عنده بزاف ماهوش خدام. عنده بزاف، هو اصلا ما يخدمش. كيب يقول لي غير نهار يومين وصاي. اسكو كاين ناس مدار يجوا عنده للدار؟ ماكاش. صرحت المدعوة سمية ان زوجها علي خرج من البيت بشكل عادي قبل يوم ولم يعد، كما قدمت هذه الأخيرة للمحقق معطيات تخص زوجها المختفي. عنده اصحاب مدار يجمع معاهم برا؟ العلم لله، بس زعما يجوا هكا برا ولا ما شكيتش. ماكاش ما شتيش في الدار كيما نقولوا حنا قبل ما يخرج؟ اسكو مداري يهضر في التليفون بزاف؟ ما هضرش. هو جاء اتصال بصح ما نورمال، عيطولو زعما هو نورمال، هضر في التليفون ما مقلق ما والو، زعما خرج نورمال. واش مقلق؟ نورمال، خرج عادي. الزوج تاعك كيفاش سموه؟ سموه علي. عيطتي له في الهاتف تاعو؟ مغلوق. مغلوق؟ لا يعني يومين. عيطوش شحال من الخطره راه مغلوق قوي. ما سقسيتيش عليه تما عند الاهل تاعو؟ عيطت لهم قالوا لي ما جاش، ما شفناش حتى واحد. ماهوش كيما نقولوا حنا مدار يصيد في البحر، مدار يخرج يصيد. كان عنده ميذاك يبغي يروح زعما يكون فارغ ولا يروح يشم شويه هو في البحر يهبط. بعد استقبال المبلغة تم الاستفسار معها حول ظروف اختفاء زوجها وجمع بعض المعلومات قد تفيدنا في التحقيق. احنا دوك نعطوك رقم الهاتف تاع الفرقة. في حالة عثرنا على الزوج تاعك رانا نبلغوك ان شاء الله. ان شاء الله. تفضلي. صحيح، يحفظك. تم الاتصال من طرف أحد المواطنين بمقر الفرقة للتبليغ عن العثور عن جثة متفحمة.
مباشرة إلى عين المكان من طرفنا، وهذا بعد إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة الإقليمية. وتنكيل بالجثة. بعد الوصول إلى مسرح الجريمة تم الاستعانة بتقنيي مسرح الجريمة لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على مسرح الجريمة. تبين من خلال المعاينات الأولية أن الجثة من جنس ذكر، وتم العثور على سكين وبرميل خاص بالبنزين بالقرب من الجثة، حيث حرص المحققون على رفع كل الأدلة الموجودة بمسرح الجريمة. تبين أننا أمام جريمة قتل مع حرق الجثة والتنكيل بها. بعد الاستعانة بطبيب الشرعي تبين أنها من جنس ذكر، تعرضت إلى الضرب على مستوى الرأس وكذا الاعتداء بواسطة آلة حادة على مستوى البطن. لم يعثر مصالح الشرطة التقنية على أي وثيقة تثبت هوية الضحية، ولم يتم التعرف عليها نظراً لتفحم الجزء العلوي منها. بمقر الفرقة باشر المحققون التحقيق للتعرف على هوية الجثة المتفحمة، حيث تم استدعاء المرأة المبلغة لمقر الفرقة. قام المحقق باستقبال سمية للمرة الثانية، حيث أبلغها بعثورهم على جثة متفحمة في الجزء العلوي قد تعود لزوجها. والله ما بان والو يا الشيف، راهي هكا كان من ضمن 5 أيام يعني مختفي، مازال ما بانش. كاش ما تنقلتي للعائلات تاوعو؟ ما كاش ما بان حتى خبر. انا كي عيطت لي قلت بالك ربي كش ما بانكش ما كش ما سمعتو. بالله حنا رانا عثرنا على جثة محروقة على شاطئ البحر. هاتو خاذي تاع راجلي. احتمال، حنا ماناش متاكدين من الجثة اللي من تعود. دوك نحدوا الهوية، يحدوا الهوية تاع الجثة ونشوفوا. وهذه وين لقيتوها؟ لقيناها في كفكالة على شاطئ البحر، لقيناها في وسط الصخور. احنا دوك راهي في المستشفى الجثة، دوك ندوك للمستشفى ونعرضوا عليك الجثة. دركا الزوج تاعك ممكن تكون في علامات راكي تعرفيهم انت. ايه نعرفهم. صحيح مدام؟ صحيح. تم عرض الجثة المتفحمة على المسمات سمية، هذه الأخيرة لم تتعرف على الجثة كون الجثة متفحمة كليا. كما تم نزع عينات بيولوجية لأخ الشخص المختفي
وإرسالها إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي قصد التعرف على الجثة المتفحمة. تم العمل على تحديد هوية الجثة والتي تم تحديدها بصعوبة كون الجثة كانت متفحمة تماما ومختفية الملامح. عند صدور نتائج الأديان تبين أن الجثة المتفحمة تعود للشخص المختفي علي. عند ربط الجثة التي كانت محل عثور من طرف أحد المواطنين مع الشخص المفقود الذي كان محل بلاغ عن بحث وكذا الاستعانة بالحمض النووي للجثة أديان تبين أنه نفس الشخص. الضحية يبلغ من العمر 42 سنة، متزوج وعاطل عن العمل، وحسب تصريحات أقربائه وجيرانه لم تكن له خلافات سابقة، والكل يشهد له بحسن أخلاقه، وتوفي في ظروف غامضة. قام المحققون بالاستماع إلى أقارب الضحية وجيرانه، حيث صرح أحدهم أن علي يوم الحادثة كان رفقة المدعو زينو، وبعد تكثيف التحريات اتضح بأنه كان على اتصال دائم مع الضحية لحظات قبل ارتكاب الجريمة. بعد التعرف على هوية الجثة باشر المحققون التحري لجمع معلومات تخص الضحية، حيث تم التركيز على تحركاته يوم ارتكاب الجريمة. بعد التحري وتنشيط عنصر الاستعلامات تبين قبل وفاة الضحية كان المسمى زينو يرافقه، وهو من آخر من كان معه قبل وفاته، وهذا بعد التأكيد من بعض الشهود. تبين من خلال التحقيق أن الضحية علي كان رفقة أحد أقربائه المدعو زينو لحظات قبل الجريمة، فتم توقيف الأخير واقتياده لمقر الفرقة. طلعوا الشيخ، طلعوا. تم توقيف المسمى زين الدين المدعو زينو من أجل التحقيق معه. وش كنت تدير زينو في كافكالة؟ كنت مريح كالعادة مع الجماعة أصحابي مريحين مقصرين. بصح هذيك البلاصة معروفة باللي تحرقها، وش كنت تدير تم؟ كنا مريحين عادي نورمال كيما مال في الريح وأيامات اللي فاتوا. بمقر الفرقة قام المحقق بالاستفسار عن علاقة الموقوف بالضحية. الخير حضرات شكين تعرف علي؟ راجل خالتي الله يرحمه مسكين، كان جديد عليه حضرات. ما كان حتى جديد عليه. وانا خاطيني حضرات غير خرجت جبت من ديرهم. صرح المشتبه فيه انه يكون من اهل زوجة الضحية، ناكرا التهم التي وجهت اليه من طرف المحقق. علي ضاري تروح عندهم للدار؟ نروح عادي. ديما تروح؟ ماشي ديما، مين ذاك؟ ضاري تتصل بيهم كي ما تروحش عندهم للدار؟ نتصل بصح ماشي في حالات. في حالات؟ بعد اللي توفى علي اتصلت بالزوجة تاعو؟ اتصلت خطرة ولا زوج. خطرة ولا زوج؟ ايه. راك متأكد؟ متأكد ايه. الدليل اللي راه عندنا راك متصل بها يوميا وفي كل وقت. لا حضرت اتصلت بها مرتين حتى ثلاثة حضرات. لا مانيش نكذب. راك تكذب. مانيش نكذب. راك تكذب. لا مانيش نكذب. علاك تتصل بها في كل وقت؟ علاك تتصل بها في كل وقت؟ حضرت الدلائل العلمية التي تؤكد تواصل زينو بعلي والتصريحات المتناقضة جعلت الموقوف يعترف بارتكابه للجريمة، حيث سرد للمحقق عن حيثياتها. احكي كاش ما حاجة عندك احكي. كنت حاب نحرق حضارات.
اها وتحب نروح مع اصحابي اها وكان مش عندي دراهم حضارات اها كان مش عندي دراهم حضارات كاش واحد اختار عليك الدراهم يمد لك دراهم جات عندي الخالة تاعي حضارات صرح زينو انه تلقى اتصالا هاتفيا من خالته سمية يومين قبل تنفيذ الجريمة وطلبت منه المجيء لمساعدتها في أمر مهم. ألو وي زينو واش راك مليح؟ والله الحمد لله أرواح عندي أنا محتاجتك إرجو. لا 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 مش حاجة تاع تليفون أرواح والله غير عندي صالحة غير أنت اللي تفريها لي. والله إرجو أرواح عندي للدار قبل ما يجي عليا. يعني نقول لك مش حاجة تاع تليفون أرواح عندي للدار قبل ما يجي عليا. هيا اوكي نستناك صح كنت حاب ديروا هذا البروجي والزوج تاعها عميل الله يرحمه اها ما خلاهاش دير هذا البروجي اها رحت عندها للدار عادي كيما مال في الروح عادي كيما الايامات اللي فاتوا امرتني بالقتل امراتك بالقتل بالقتل اللي حضرت توجه زينو لبيت خالته في غياب زوجها أين اقترحت عليه التخلص من علي مقابل مبلغ مالي معتبر بسبب الخلافات والمشاكل الواقعة بينهما وانا خاطيني حضارتنا كنت سبا وصاي حضارتنا كنت حاب نروح ما كنت حاب نقعد انا حضارت معليش احكي لي دراهم برك انا حضارت ايه احكي لي نقدروا نعاونوك جيت عندي ولد اختي والله غير كنت محتاجاتك ارجو على كاعيط لك في التليفون باش تجي عندي بس مش هضره التليفون تاعي تقولي قولي لي هكا خير تهضر قدامي غير خير ان شاء الله خالتي لا حاجه مليحه عليك ومليحه ليا وكاع شجيت نقول لك عندي واحد الافار لازم تقضيها لي انت باسكو ما عنديش واحد اخر نوثق فيه ودار فيه كوفيس اكثر منك واش تطلب نعطي لك ايه شجيت نقول لك هذا الامر انه بغيت ندير بروجي وعلي ما خلانيش قال لي انا ما عنديش مرات تخرج وتخدم برا مع الرجال هو شات ما يخدم ما يصدم يضل يقابل هنا تلفزيون وراني انا نخدم عند النساء انا كره تعيط نضل خدامه عند النساء صاحبتي تجي عندي يقول لي شارى يجي عندك الخروج راه يقول لي حاسبني نهضر في التليفون يعسني بزيد حتى راه شك فيا قوي بزيد انا اصلا كرهت منه راني هنا منه كونسي ما يشوفوش وما نحملوش ابو بغيت نتخلصوا منه نديروا له كشاف الساعه هكا نقتلوه انا نقتلو واش بيك تهبلتي على بالكي في بادئ الامر تفاجأ زينو لطلب خالته لكن حاجته الماسة للمال جعلته يرضخ لطلبها واش ما تخافش ولد اختي راني معاك ونحن نقتل معاك هنا المهم نتفاهموا دوك نقول لك كلش وكيفاش نديرو نقتلو وانا مش حاجه نعطيك دراهم نعطيك دراهم تبني حياتك وتخرج كاع من الولايه منا روح بعيد كاع نعطيك دراهم تشد لك حتى لحياتك كاع بصح انا ما نقدرش وحدي لازم نجيب صاحبي معايا وهذا صاحبك كونفيونس كونفيونس هاو بين هادي وانا كي نقتلو سموني نروح ما نريحش هنا في الجزائر على بالي تروح بصح انا نعطيك دراهم واش تحب هو وصاحبك نعطيكم شوف دوك انا نقول لك كيفاش نديرو دروك نتوما هو راه بحوس على خدمه هذو الايامات ابو تعيط له في التليفون قال له الو عمي علي راني ليت لك خدمه هيا شوف وين تتلاقى انت وياه ودو الكفكاله بلاصه هذيك مليحه حاجه عرفها فيهاش الغاشي مالحشيه اي ما فيهاش الغاشي مالحشيه هذيك هي بلاصه مريقله وبزياده خاليه من الدوله كاع ما مليح جيت الروشيه تمشي من جهه من الجهه اللي مرها مليحه ابو انت اكيد ديه من فما دير بشويه لعبات تهضر مع مين يغفلوا اسمع ما نكمل معاه فما تكمل معاه ودي صاحبك نرميه في البحر صاحبي صاير اللي هضر معاه يكون معايا إيه واش فما ورميه ايه قامت هذه الاخيره برسم خطه للتخلص من زوجها بدون ان يكشف امرها كما قام زينو باقتراح صديق له لمساعدته في عمليه القتل والمهم امنتك غدوه ان شاء الله توجدك على اكدي ديال الامانه مهم انا باكي نقتلو ونربيه سموني نروح ما نريحش هنايا على بالي ما نروح ما نريحش نمشي ما نريحش انا ايه انا فني انا ما نريحش انا غدو ان شاء الله امانتك صباح تخلي تليفونك معاك نعيط لك في التليفون عندي راه هنا كي كتعيط نعيط لك في التليفون نقول لك وراك وين راك ايوا هذيك هي نقول لي براني بلاصه كي تروح عنده بعث لي ميساج كي تكمل معاه في التليفون عيط لي وحدي امانتك وحد ما شاف حد صح وقول بصي صاحبك بالذات ما يهدرش صح مالها هي قلت لها نقتلو حضارتي
وشنو هي؟ قلت لها ما نقتلوش وحدي. اها ما نقدرلوش. قلت لها حضرات، قلت لها كاين واحد صاحبي جاء معايا وهو اللي يعاونني حضرات. كيف يسموه هذا الصاحب؟ اسمه مروان حضرات. مروان. بعد التحقيق مع المسمى زينو في الوهلة الأولى أنكر كل التهم الموجهة إليه، بعدها انهار واعترف بأنه هو من قام بفعلته رفقة المسمى مروان رغبة أو نزولا عند المسمات سومية زوجة الضحية. وزينو صباح. الله يصافى مروان خويا لاباس بيه. صافى الحمد لله يا ربي. الحمد لله. اتفق الشريكان على تفاصيل الخطة وعن كيفية استدراج الضحية، وفي اليوم الموالي التقى زينو مع أحد أصدقائه بأحد الأماكن العمومية، أين اقترح عليه مساعدته للتخلص من زوجة خالته مقابل مبلغ مالي. أشاو جماعة رياي تروح سمعنا اللي فات خرجوا جماعة رمضان أخوي الله غالب رمضان وقاراه وصلوا برام ماكشاك عالم مشي في ديرة عندنا. كيف نديروا؟ خرجك بالك سمعنا الجين كيش خرجك بالك سمعنا الجين كاين راه لا رسام يا كاين الخرجه مع من جمعوا كاين هم يخرجوا تعرف كل سمانه يخرجوا ثلاثه اللي وصلوا وراحوا ترى ما كاش بتروح درا كاش كاين درا كوراني رحنا انا كوراني غاد كون كاين درا ثلاثه دير هنا شي ثلاثه كاش قبالك فكره كاين نفكروا دراهم ولا يا عندي افر زينه زينه شور فيها دراهم باش نمشي انا دراهم نمشوا بها نروحوا كاين ما كاين خد اسمه نجي طيحنا نيشان في النهار داك اللي هو انا هنا زين اخويا راني هنا شال شال كيفاش من لافير هادي هنا وحده خالتي و وراجلها و وراه باغي وراه معيه هاك فاهم وراه باغي تكمل معاه هاك فاهم كيف تقتلو ولا كيف قتلو باينه نقتلوه قتلوه ونمشوا زينو نمشوا باسكو دراهم كاين دراهم فيها 150 مليون 150 مليون تكفينا نمشي اخويا. لم يتردد هذا الاخير على الموافقة للتمكن من الهجرة غير الشرعية للضفة الاخرى. عارف وين قتلوا بلاصة ونريحوا بلاصة مالف وين واسمها كفكالة لا في كفكالة ما كاش الغاشي ثم نعيط له ونضرفوا ليها بلاصة هذي خويا ثم انا طول الحس خويا ليها مكان اللي غاشيني ولو ثم يوم فيما نكملوا معه تما نقضوا عليه ايه سيبو خويا راني واجد انا يا اخ واجد راني واجد ايوا فيما نكملوا معه خويا موراها نجيو نروحو عندو الدراهم عليها ونمشيو ما تخاف والو راني هنايا. هكذا خطط صديقين لاستدراج الضحية من اجل قتله ثم مغادرة الوطن بطريقة غير شرعية للافلات من العقوبة. ولا هي صي راني هنايا جرى اخويا صحيح نعم الفلاني كملوا معه صحي ريحه أتحلى ريقلة. بعد تكثيف التحقيقات مع المشتبه فيه المدعو زينو اعترف مباشرة بارتكابه للجريمة، وهذا بعد تخطيط مسبقا مع خالته وهذا مقابل الحصول على مبالغ مالية ومشاركة من صديقه المسمى مروان. كلمت مع الصاحب تاعي وعطتنا هي الخطة حضارات هيا قالت لي اتصل به وقل له اني لقيت لك خدمه في عود الشركه اجون سيكيوريتي. الو واه مالي؟ اه زينو وليدي واه غير خير وليدي صافا خويا والله لا غايه الحمد لله لا باس والله لا صافا الحمد لله الحمد لله. ماشي راك بلا خدمه مالي؟ راني بلا خدمه يا وليدي راك تشوف فيا وراك تشوف فيا حالتي لحاله راني بلا خدمه ولا زدمان. شغل راني هضرت مع ود السيد صاحبي شغل نعرفو راك فاهم وقال لي خدمه ود الشركه اجون سيكيوريتي راك فاهم. صاحبك لقى لي خدمه ماذا بيا يا ولدي انا راني قابل بها. وماذا بك لك فارغ غدو تجي عندي نتلاقاو متول كفكاله صح معليش صايع مالي هي ما كاش مشكل يا وليدي هي غير بلاقل عمالي صحيت خويا ان شاء الله الله يحفظك وليدي صحيت. اتصل زينو بالضحية علي وقام باستدراجه عن طريق طلب الالتقاء واصطحابه لأحد معارفه الذي وعده بمنصب عمل.
قلت له نتلاقاو بهذا الشاطئ كيف كانوا وحنا نتمشيو على شط البحر. من بعد بديناه من طول الروشيات بعيد من ما كاش الغاشي. غير خير يا وليدي، واش جابني هنايا وعلا جبتني؟ عمي لي السيد اللي لقى لك بوسطه خدمه راه غير منه. ولا هو جبتني في البحر هنا؟ نورمال ما فيها والو عمي لي، باسكو حنا نريحو منها موالف. لا لا يا وليدي، ارواح الريحو غير هنايا. لا لا عمي لي، نهودو لتحت خير. لا لا، ارواح الريحو غير هنايا. لتحت خير عمي لي. توجه علي مباشرة إلى زينو الذي كان رفقة صديقه، أين قام باصطحابه إلى شاطئ كفكالة. هذا السيد اللي دبر لي خدمة ما جاش. أطول. لا لا رجع عمي لي، راه غير هنا، ما بقى شوية الحق صاي. راح الصاحب ديالي اللي كان معايا مروان، رفض حجرة وضربه، وخالتي الخالة تاعي كانت حطيت لي مقبل موس وخدمي. أي كي طاح أنا جيت ضربته بالخدمي حضرت. اها. ومن بعد رحنا به نهزوه نرموه في البحر، ما قدرناش حضرت. اها كمل. احنا حضرت جبنا ليسونس وحرقنا حضرت في الروشيات. ومن بعد كي حركته وين رحتوا؟ حضرت عيطت لخالتي وقلت لها صاي انا قتلناه. هي قالت لي روح عندي سميه في المنزل كيما مال في الروح عندها عادي. بين عطات لي الامان الدرهم. وش على المبلغ اللي تفاهمتوا عليه؟ مبلغ 150 حضر. 150 مليون. 150 مليون؟ حضرت هنا ما كنتش حاب نقتلو حضرت انا. هي غير الدراهم حضرت، هذا ما كان، ما كنت حاب نروح حضرت. زينو راك متابع بالجناية قتل العمدي مع سبق الاسرار وترصد وتنكيل جثة، دوك نقدموك أمام الجهات القضائية. قام المحققون بالبحث عن مكان تواجد ثاني مشتبه فيه والذي كان يستعد للهروب على متن قارب للهجرة الغير شرعية. بعد الاستماع إلى تصريحات المسمى زينو، تم توقيف مباشرة المسمى مروان الذي كان شريكا له في فعلته، رفقة مسمات سومية زوجة الضحية. وش العلاقة بينك وبين زين الدين؟ شكون زين الدين؟ ما نعرفوش يا شباب. زينو صاحبي. تعرفو مليح؟ صاحبي. بيناتكم شراكة؟ اسكو كاين دراهم كاين؟ ما يسلف لي مين ذاك؟ شحال سلف لي؟ شحال هو مدلك حتى الان؟ وشحال هو مدلك؟ عندي 45 مليون نشر. وش راح دير بهم؟ نخدم بهم. ما شاف واش تخدم بهم؟ نخدم كومبارس نخدم. وزين هادو مين جاب الدراهم؟ زين خالته عطاتهم له. خالته يسالها، كان يسالها عطات له دراهم. عطات له 45 مليون. على بالي شحال عطات له، بصح عطاني سلف لي 45 مليون. على بالك باللي علي مات؟ سمعت اش سمعت؟ تعرفوا علي؟ عارفو. واش يجي؟ واش يجي زينو؟ رجل خالته. رجل خالته؟ ما على بالك باللي زينو هو اللي قتلو؟ ولا بالك باللي انت راك مجبوط في القضيه؟ لا باليش يا شيف انا. لا وراك انت اللي جبت له ليسونس باش يحرقو. خاطيني يا شيف. كيفاش خاطيه؟ خاطيني. راك انت المجبوط. خاطيني. وجب داك زينو. الشيف دوك نحكي لك الصحه شيف. احكي له. الشيف دوك زينو قال لي نقتلوه. اها. اياك ايضني في التليفون، رحنا عليه، كان يقال عليه في كفكالة، رحنا عليه. بقى زينو يهدر معاه يغفل فيه، اياك يغفل لنا. جيت موراه ضربته بالحجر على الراس طيحتو. جبت زينو خدمي تشكو فيه دقو. اثناء السماع لثاني موقوف صرح بانه لم يتسبب في قتل الضحية، وبان صديقه زينو هو من قام بطعنه وحرقه. وليدي زينو. ها عمي علي. هذا السيد ما جاش؟ صاي وصلنا عمي علي، غير هنا في بلاصه ريحو هنا، راه جاي. لا راه جاي صاي، ريحو غير هنا عمي علي. بصح انا وراك داير يا وليدي. قلت لك ريحو هنا عمي علي. قتلناه صاي باصينا.
بعد تكثيف التحقيقات مع الموقوفين اعترفوا بضلوعهم بالجريمة وبقيامهم بحرق الضحية وكذا تنكيث بث جثته. هكذا تم التخلص من جثة علي عبر إضرام النار وطمس آثار الجريمة. 45 مليون وراي. وكذا مشاهدتهم من طرف العديد من المواطنين قبل اختفاء الضحية. وش هي طبيعة المعاملة تاعك مع الزوج تاعك؟ علاقة مليحة ما بيانا ورجلي الحمد لله. بمقر الفرقة قام قائد الكتيبة باستجواب الزوجة عن علاقتها بالجريمة. ليلة قبل ما يختفي الرجل تاعك، ولا ليلة قبل ما تجي ديكلاري بالزوج تاعك راه مختفي. ايه. وسرى صرا والو نورمال الاوا صباح مرح ما رجعش جد قعدت يومين جد ديكلاريت حوست عليه عند العائله تاعو ما لقيتوش جد ديكلاريت. يعني راكي متاكده بلي ليلى قبل ما تجي عندنا لهنا قبل ما تبلغي بلي الزوج تاعك مختفي ما صرا بيناتكم والو؟ ما صرا بيناتنا والو ابارت ناوشناك على الخدمه برك. ماشي تناوشتوا الجيران والناس اللي راهم اللي فايتين مثل مع المنزل تاعكم سمعوا بلي كاينه دبزه كبيره داخل الدار. لا غير تعيط كأي واحد مع مرته هكا يتناوشوا على جال الخدمة هذا ما كان. على واش تناوشتوا؟ على الخدمة. كيف على الخدمة؟ هي غير أنا نخدم على الدار وكاع قلت له نروح شوف خدمة على روحك أنت ثان. هو مش خدام؟ لا مش خدام. وشكون اللي راه يصرف عليه؟ أنا نصرف على الدار. وزين الدين. زين الدين واش يقرب لك؟ شكون زين الدين؟ زينو مدعو زينو. زينو ولد أختي. عطيتيه دراهم الفترة هذه. دراهم؟ إيه. لا جامي عطيتي له دراهم. زينو هنا عندنا. زينو راه هنا راه هنا عندنا وراه معترف بكلش. انا زينو راه شي واش راه يدير هنا؟ زينو راه هنا عندنا وراه معترف بكلش. الموت تاع الزوج تاعك جيتي لنا تشكي وتمثلي علينا ودراكي شريكه في القتيلة تاعو حكي لنا من الاول. لا ماني شريكه. زينو راه حكى لي كلش. تم مواجهه الموقوفه بتصريحات ابن اختها زينو وبالمكالمات التي كانت تجمعهما يوم الحادثه. بدا يحكي لي من الاول منين جيبي الدراهم؟ على واش عطيتي لزينو الدراهم؟ الدراهم كنت نخدم حضارات. تخدمي عندك 150 مليون. زينو راه يقول بلي عندها ماكثر. تعرفت على طالب. طالب؟ ايه. طالب ولا سحار؟ تقدر تقول سحار. سحار؟ ايه. رحت عنده ايا درت حفايز اللي عليه شي ولي خليني نخدم ولي خليني نخرج اللي تروح بزاف عند هذا الشيخ. وش هي النوع تاع العفايس اللي راك تقوليها؟ سحر وشعب هذا. اعترفت هذه الأخيرة بمشاركتها في الجريمة وسردت للمحقق عن حيثياتها. ايا وليت نتعامل معها بزاف. ايا وليت نعرف شي ناس وكاع بنات هكا وصحاباتي وجماعة رنك عليهم قلت لهم وليت نخدم مع هذا الشيخ ولازم نديهم عنده ونربح مبالغ ماليه من عنده. ايه ولا يطلب قاوي هذا الشيخ وليت ندي انا من عندهم نجيبلو لي كليو هو يتعامل معاهم وندي انا درهم. سمعتي لي وليتي انت الوسيطه بين هذا الناس هذا واللي هما ضحايا مع هذا السحر هذا. ايه وليتي وسيطه وتدي الفايده تاعك تدي البرسنتاج تاعك. اه تجري ماشي تخدمي في سوبيرات. نيجية الخير. كانت سمية
تتردد إلى المشعوذ بصفة دائمة من أجل السحر. وفي سائر الأيام تقوم سمية بتوجيه معارفها للمشعوذ لنيل مبتغاهم مقابل الحصول على المال. واش راكيك مليحة؟ أيوا واش حبيتي؟ كيفاش حبيتيني نكون مليحة؟ راني في دار بابا وأنا كي الخديمة. علا واش بيك؟ يا أختي راني غير مع يما ومرت خويا قاعدين يعيروا فيا، ني زواج ني ذراري ني والو، راكي عارفة حالتي صغيرة وألف واحد يتمنى كثير. والله غير اللي تجي أختي عاودي ولي واش حبيتي؟ لا روحي عندي واحد الحاجة متأمنيش راسك. والله غير يا سمية أختي كرهت هذيك الدار، كاش نهار نخرج ونخليها لهم بزاف عليا، كرهوا لي حياتي. شوف سيدي لي نديك عند واحد الشيخ يعرف يعرف بزاف ويريق المليح، نضربو دورة عنده ودوت يريق لك إن شاء الله. زعما صح يا سمية؟ والله صح. حاب ندخل في حاجة ما تصدق ليش، راكي عارفة. لا لا صح أودي أنا جربت. والله يا سمية وتصدق لي غير نتهلا فيك يا أختي. والله إن شاء الله خرجيني برك من ديك الدار. لا لا إن شاء الله نديك عنده وتروحي وهضري معاه هو يعطيك. ماذا بك ما نطولوش. لا لا روحو غدوة ولا اليوم كيما تبغي نورمال. وقت ما فرختيش لا تكرهو نروحو. نروحو عنده ماكش مشكل ويريق لك قاشتا كاين. نصح حياتي ما على نتكل عليك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ودي متعيه متزوجه ان شاء الله. ان شاء الله اختي ان شاء الله. ايوا ومن بعد جي واحد الايامات في الدار كان عليه خمل لقى عفسه هكا تاع هذا الشيخ. ايه لقى في الدار جا سقساني وشي قلت له ما على باليش من شافت زعمن من موراها ولا يشك ولا يعسني ولا يخلينيش نخرج. أيام قبل وقوع الجريمة عثر علي على طلاسم السحر ببيته فقام بالاستفسار عن الأمر. وشنو هذا؟ آه يا مخلوقة يا تخافيش ربي، شو هذا؟ واش كاين؟ عرفتها بلي كاينة حاجة. سمية سمية وشنو هذا؟ وشنو هذا؟ سمية أسمي. شنو هذاك؟ وين لقيتو نتايا؟ كيف وين لقيتو؟ لقيتو في بلاكار يا سمية. ما على باليش وشنو هذاك؟ وقلت ربيعة. ربيعة واش جابها هنا يا سمية؟ بعث لي واحد الدوزان جامعة أنا وين على بالي؟ أنا عرفت بلي كاينة حاجة، دخلت والخرج تاعك، والهضرة في التليفون ما واش عاجبيني. امشي امشي واش من دخلت واش من خرجت؟ بزيدة واش دخلك في حياتي؟ امشي روح شوف خدمة على استنيني. هاي صح أختي صح. أيا أنتي جينيتي من هذا الله. جيناني إيه كملي. ها جيت الشيخ. عندك بزاف ما بنتيش. ها والله لا عندي بزاف بس هذه المرة راني جبت عندك. علاه ما بنتيش علاه؟ ها ودي العفسة اللي درتها لي مليحة هذه المرة واني جبت لك حبيبتي ريقلها إن شاء الله. والله حالتي ما هي مليحة يا شيخ. على بالي على بالي قاوش او يصرى عندك. نقول لك حاجة احترى عفسة ماشي مليحة قاع عندك. حوجي وين في داري؟ في دارك واه. ما تقوليش غير ولادي برك. لا ما نقدرش نقول لك دوك ما نقدرش نعرف. واش هذه الحاجة مليحة مش مليحة؟ حاجة فيها دمومات وكي تعرفي. بعد الشهر ان شاء الله. هالشيخ شت هذك المرة اللي درت لي ذاك الحجاب؟ راه جبدو السيد شافو هاني باغي ذي المرة اللي واحد زين وقوي إن شاء الله. شوفي هادية شديها وخبيها في يدك. شديها أغلقي دسيها ديريكت في الحوايج
خلاص شغلك. صح الشيخ. واش بيها حبيبتك هادي؟ تسموك ربيعة؟ لا؟ ايه سيد الشيخ. شجابك ربيعة؟ يا سيد الشيخ، أنا جيت عندي عندك صاحبتي وقالت لي بلي ذا الشيخ هو يعرف. أنا شجيت على جال الزواج، اللي يجيني وتقدم لي للدار يروح ما يعاودش يولي. بغيت ندير داري، بغيت نتزوج، بغيت نشوف ولادي، كرهت من هذا العيش يا صحاباتي قاعد تزوجوا. يا ربيعة، أنت يا عندك التابعة. كي تخرجي منا عندك في يدك شهرين. شهرين ويجي مكتوبك. إن شاء الله يا سيدي. وكي اليوم تجيبي لي فخد لهنا تاع خروف. من الشيخ سارة فيك سيد الشيخ، يغفي لي حاجتي وحاجة ما تخصك شيء. اللي تطلبها راني هنا. اللي نطلبها باينة، اطلعي بهم اطلعي. هاكا سيد الشيخ هذه زيارة. صحة صحة. وكي تفرى إن شاء الله راني نتهلا فيك. دوقي دوقي. روحي راكي متزوجة من اليوم. إن شاء الله الشيخ. والله يا حضارات جينا ني ولي عسني كي نخرج كي ندخل. ايه قبت وليت ولا وليك لي ويحوسوا يعيطوا ولا يراقب لي كاسوا. الحين ما وليش نقدر نخدم آلهز. لاحظ علي تصرفات غريبة من زوجته حيث كان يراقب تحركاتها إلى أن كشف أمرها. وين كنتي سمية؟ وين نكون؟ بينك وخدم على الشر وين غادي نكون؟ انت نهار كوبلي وانت قاعد هنا قابلي تلفزيون لا تخدم لا تصدم لا والو. واش وين نكون؟ بينك وخدم على الشر بزياده درت واش قلت لك غسلت المواعين نقيت نقيت غسلت المواعين. واش هذا نقى هذا نقى هذا نقى؟ خاف يا ربي يا مخلوقه انا شادت لك انا نقيت انا واش راني ندير؟ لا واش راني ندير انا واش راني ندير واش راني ندير السيده كذا خدامين وانت نهار كوبلي وانت مقابلي تلفزيون هنا. هذه الاوضاع جعلت سمية تفكر في طريقة للتخلص من زوجها لتتمكن من مواصلة عملها مع المشعوذ. بصوالح انا مشغولة. واش درت لك انا؟ واش درت لك؟ هيا ومن بعد خممت مع راسي خممت 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 كاش كيفاش ندلو كنت نتخلص منه. كيف تخلصي منه؟ والله يا حضرات ملي فاق لي باللي نخدم مع هذاك الشيخ واللي عصني صحت امرت عليها انا وزينو باش نقتلوه. زيدي ايا عيطت لزينو جا عندي للدار هضرت معاه وقال لي ما نقدرش ننفذ الجريمه وحدي نجيب صاحبي يعاوني. قال لي ايا الدراهم باش نروح منا. قال لي انا ما نقعدش. اكي عرفت شكون صاحبه هذا؟ طيب. عندك الاسم تاعه؟ ما على باليش باسمه. مروان لاني شافي مروان. مروان وهنا عندنا وراح حكينا كلش تعرفيه مليح. مروان راه نفهم وهنا عندنا تعرفيه؟ لا ما نعرف راه معترف كلش. انا ما نعرفوش شاف ما شدوش. ايوم بعد هي قلت عيطت لزينو راح قلت له مغدوة ولا لازم تقضوا عليه. اي غدوة من ذاك راحوا داوه. كي مشاركه في الجريمه وعلى بالك بلي راح يقتلوه وكي قتلوه قال لك بلي حرقناه عيط لك في التليفون. الادله راهي عندنا كامل ومن بعد جيتي تمثلي لانك الزوج تاعك راه مفقود. لا يا حضاره غلط الشيطان ربي يرحمه ويوسع عليه. درك راكي متابعه في القضية تاع القتل تاع الزوج تاعك والتنكيل بالجثة. أنا مقصود يا حضرات راكي متابعة في القضية وراكي مشاركة في القتل تاعو. لا حضرات ما قتلتوش يا حضرات. لا والله غير بغيت نتهنى بغيت نعيش حياتي بغيت نخدم على روحي والله ما راكي متابعة في القضية هذه أنت والزوج الشركاء تاعك زينو والصديق تاعو مروان. بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. الحاجة الماسة للحصول على المال جعلت الزوجة تخطط والجاني ينفذ لعملية قتل وتنكيل بالجثة بدم بارد لتكون النهاية حكم الإعدام لجميع الأطراف المشاركة في الجريمة. نهاية عدد اليوم من جنايات ترقبونا في عدد قادم.